الى حد الان. فرانكوم فرانكوم طويله كورته على غازي عبد الرزاق، التوزيع في منطقه الجزاء ما خداش بغداد بنجاح، متفطن بن قالي كايتا وبالراس وفي المرمى الهدف الاول للنجم الرياضي الساحلي. فرانكوم يغالط الجميع، فرانكوم يمضي اولى اهداف المباراه بكره باغتت الجميع، باغتت الدفاع الشبيبه، باغتت الحارس علي القلعي، وفي زاويه مستحيله وضع الكره الكامروني في مرمى الشبيبه ويمضي اولى اهداف المباراه مع مطلع الدقيقه 65. كره من زياد بوغطاس او من غازي عبد الرزاق، راسيه اولى من بنغالي كايتا، حسام بنينه في المتابعه لكن